إن لبنان قد عاد إليها الاستقرار، ولكن ما زالت هناك انتخابات تحاول أن تحدد من يمثل الشعب اللبناني في تقرير مصيره وفي سياساته وفي مصالحه التي يجب أن يكون هناك الذين يختارهم الشعب ليرعى تلك المصالح، سواء كانوا من الشباب أو من الذين لديهم الانتماء السياسي العريق أو ممن لديهم الخبرة والتجارب من السياسيين المحنكين، وكله يتعاون سويا من أجل مصلحة لبنان العليا. وهذا نراه الآن في الانتخابات التي بدأت والتي سوف تقرر من يمثل الشعب اللبناني في البرلمان وفي يرعى مصالحه الداخلية والخارجية ويحافظ على علاقاته الجيدة مع دول المنطقة وشعوب العالم.